أهار ثم الصلاة والسلام على محمد من صلت عليه الطيور في الأوكار والحيتان في البحار. سيد مستشار رئيس الجمهورية نزيه بن رمضان المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، سيد والي ولاية مستغانم السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة الحضور الكرام، كل باسمه كل بمقامه. بالخارج، سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة نواب البرلمان بغرفته، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، السيدات والسادة الضيوف من حركة جمعوية ورؤساء جمعيات، والسادة أعضاء الأسرة بمناطق الظل التي تعتبر من أولوياتي. إن تأدية مهامنا لا تتجلى بدون المجتمع المدني والحركة الجمعوية في ظل الديمقراطية التشاورية. مؤسسات بعض مؤسسات الدولة من مراكز التكوين من دور الثقافة وغيرها لصناعة الكمامات، وتدريجيا تم تلبية هذه الحاجيات. أيضا في وصول الإعانات للمواطنين المحتاجين لها، الدولة أقرت إعانات للمواطنين المحتاجين واللي انضروا نتيجة هذا الوباء. هذه فقط باش نعطيه بين قوسين الدور الكبير اللي يدلل ويعطي الدليل القاطع على إرادة المجتمع المدني في الجزائر وفعاليته ونشاطه، وأنه ممكن جدا أن يكون فعلا شريك لمؤسسات الدولة، لكن شريك بأتم معنى الكلمة في المستقبل إن شاء الله، لأنه فيه مجتمع مدني حي ونشيط، ولكن مازال فقط ما هوش متناسق بين بعض البعض، مازال ما كانش تنسيق في إطار لقاءات، ما كانش تكوين لأهل هذا المجتمع المدني ويأطروا وينظموا أكثر ويهيكلوا باش يلعب هذا الدور وباحترافية.